السلام عليكم. كلنا انبهرنا بمواقع بتحول الكلام اللي تكتبه لصورة، لكن جوجل ايماجين عاملة حاجة خطيرة جدا. لما خدت نفس الكلام دوت وحطيته في البرامج التانية ما طلعش بنفس الجمال ونفس الجودة اللي احنا شايفينها، وده اللي بيقولوا الأبحاث. هي للأسف جوجل مش سامحة إن احنا نجرب القصة ديت، لكن لما خدت نفس الكلام ووديته طلع جوجل ايماجين في مرحلة تانية خالص، والأبحاث فعلا بتقول كده. لو حابب تبص على أبحاث في أبحاث هي، تمام، بس احنا مش عايزين ندخل في حاجات ايه مش حلو، يعني كلام كتير يعني. طيب هنا حتى بص، تقدر تبص كده تشوف مجرد بتكتب وصف يروح ايه جايب لك الحاجات، لكن هو مش سامح لك ان انت تبدأ وتخترع حاجات من عندك.